بس تعرف شنو أصعب شيء بالدنيا؟ من توقع من عين الشخص اللي يحبك، الشخص اللي مقدرك، الشخص اللي محترمك. عليه الصلاة والسلام كان يصلي وواقف وراه في الصف الأول وحشي من كمل الصلاة، قال لأصدقائه بمعنى أنه قولوا له ليش شوفني وجهه، لأن من يشوف وجهه يتذكر الذكريات المؤلمة، قاتل عمه هو، فيقول قولوا له لا ليش شوفني وجهه، ولا على العفو احنا عفينا واحنا سامحنا، بس لا تطلب مني من بعد ما سامحك ترجع لمكانتك الحقيقية بقلبي، مستحيل.